شعلت الحرب الآن. صواريخ من لبنان وقسم سواحل اليمن وقنابل من داخل فلسطين. احنا كنعيشوا الآن أخطر مرحلة في التاريخ، وكل مؤشرات كتقول أننا أمام حرب عالمية ثالثة. حرب عالمية ثالثة. الحرب العالمية الثالثة باتت قريبة. الحرب العالمية الثالثة تقترب. بدأت الحرب العالمية الثالثة. تتجه حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى شرقي البحر المتوسط للانضمام إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي أرسلتها واشنطن قبل أيام. مسؤول أمريكي لم يستبعد من جهته أن تختار إيران الانخراط بشكل مباشر وبطريقة ما في الحرب ضد إسرائيل، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لأي احتمال. نحن قلقون، نرى خطرا حقيقيا للتصعيد على الحدود الشمالية، ولهذا السبب كان الرئيس بايدن واضحا وقويا للغاية في قوله إنه لا ينبغي لأي دولة أو مجموعة أن تسعى إلى استغلال هذا الوضع لصالحها أو تصعيد الصراع. قضية الفلسطينية غادي تفجر حرب عالمية ثالثة بعد ما بدأ القصف من جنوب لبنان ومن داخل فلسطين ومن سواحل اليمن في اتجاه إسرائيل، والغرب يوجه الاتهام لإيران. داكشي علاش نزلت أمريكا كل آلياتها الحربية الثقيلة في اتجاه الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن تفسير جلب الغواصات وحاملة الطائرات لرقعة صغيرة مثل غزة إلا بكون استعدادا لحرب كبيرة سيكون موقعها الشرق الأوسط. وكما يعلم الجميع فالحرب الأوكرانية الروسية كانت الشرارة الأولى اللي مهدت لهذه الحرب المرتقبة، والزيارة اللي قام بها وزير الدفاع الروسي لإيران الشهر الماضي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، بحيث رجعت العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران لمستويات عالية بعد فترة فتور، وبالتالي تصاعدت وتيرة التنسيق بين البلدين ضد الحلف الغربي اللي كيعتبر روسيا وإيران أعداء له. لكن مع بداية الحصار على فلسطين وقتل الأبرياء وضرب المستشفيات والدعم الأمريكي القوي لإسرائيل، باتت مؤشرات حرب قوية تلوح في الأفق، خصوصا بعد إعلان مخطط تهجير الفلسطينيين لصحراء سيناء المصرية وما سيتبعه من رد فعل، حيث بدأ القصف الآن من جنوب لبنان ومن سواحل اليمن، ولا يمكن التنبؤ فين غادي يمكن يوصل هذا القصف هذا ولا فين يمكن يوقف، خصوصا وأن الصحافة الغربية قالت بأن الحرب بين أمريكا وإيران اقتربت أكثر من أي وقت مضى. الخطير في الأمر أن هذه الحرب العالمية اللي ما بغيناش طبعا تكون غادي تشكل خطر علينا جميعا، لأن غادي تكون الحرب الأكثر دمارا والأكثر فتكا في العالم على الإطلاق، بحيث غادي يتم استعمال فيها جميع الوسائل التكنولوجية المتقدمة نوويا وبيولوجيا، ويمكن تمحى فيها دول من الخريطة السياسية بصفة عامة لا قدر الله، ويمكن تغير فيها جميع المؤشرات وجميع الجغرافيا اللي كانت تصورها على هذا العالم. طبعا احنا لا نتمنى الحروب، ونتمنى أن هذا الأمر هذا اليوم اللي واقع في الشرق الأوسط وعلى مستوى فلسطين أن يتلقى له حل في أسرع الأوقات، لأنه يشكل تهديدا للسلم العالمي ويشكل أيضا تهديدا للفلسطينيين الأبرياء ولقضية كاملة بصفة عامة. احنا كنعرفوا على أنه اليوم تيا دخلنا في واحد الحرب إعلامية كبيرة جدا، وعلى أن مستقبل الحرب طبعا هو المستقبل الإعلامي، لأن الحرب الإعلامية حرب مهمة جدا، وشتو كيفاش المعلومات كتسرب سواء كانت صحيحة أو خطأ، وكيفاش كيتم التلاعب بهذه المعلومات، هذه الشيء اللي كيعطينا واحد التصور واحد المؤشر على أن اليوم أمام حرب إعلامية كبيرة أكثر حتى من الحرب الواقعة على الأرض. نتمنى طبعا السلام للجميع، ونتمنى أيضا أن لا نرى حربا عالمية ثالثة، لأن كما قلت غادي تكون مدمرة تماما، لأنها تستعمل فيها جميع الوسائل التكنولوجية المدمرة وتستعمل فيها آليات متطورة جدا، وهذا هو اللي ما بغيناه ولا نتمنى. تحياتي لكم والسلام عليكم.